جامعت على الإفطار إذا وجدت بيتي في الدمار وعادت أمي من الطابور بخبز وقلب مكسور. وأذنت مساجد ورنت الكنائس جيران سلا أبواب بلا حارس ووصلت مراكب الموت إلى أرض الأحلام دون أن يصبح الأطفال قضية رأيهم. سيد الرئيس أنا لا نحن الغائبون نحن المبعدون نحن المذنبون نحن المفتقدون بالعبادة بالعبادة المحكومون شمقا بالعبادة الذين قطعت ألسنتنا لأننا سيدي الرئيس سنفطر في القدس عاصمة فلسطين.